وصلنا إلى نتيجة ووصلنا إلى تفاهمات. طيب مو إحنا وصلنا إلى اتفاق إنه النفط بالكامل ينعطى، زين ما ينعطى هذا، قبلنا تنعطى فلوس ما قيمته يمكن 460 ألف برميل يوميا، والديون وكل ما مترتب على الإقليم صير في ذمة الحكومة الاتحادية، وكل ما أخذته من نفط سابقا كله راح لكم. فمنا فصاعدا سلمون النفط وتأخذون حصتكم من الموازنة ويمشي الموضوع طبيعي، اتفقنا على هذا الموضوع. ولكن إيه؟ هم اللي يعني شنو هم صار كريم الوفد الكرد اللي ما يعني رجع بهذا الاتفاق، والا هسه اليوم انا اقول لك من خلال هذا شنو رجعت دقيقه. هم كانوا فرحانين يعني على حد علمي رادوا قبل نوروز يصير اتفاق حتى يفرحون ناسهم ونسوي احنا منجز شيء. ليش تراجعون على الاتفاق؟ شلون هم اللي تراجعوا مو احنا اللي تراجعوا؟ قل لي وين تراجع. قالوا من سلم 460 قالوا نسلم 250 الف برميل. تراجعوا بس بالعدد؟ لا، هو هذا خلاف، هاي نقطه خلافيه. طيب نقطه خلافيه، ما يقارب 200 الف برميل يوميا.